اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص يوتيوب. ما عليك أن تقوم بفعله لحل هذا المشكل على تطبيقك الخاص، يكفي فقط أن تضغط هنا على الضبط والإعدادات سوف تقوم بالضغط عليه. بعدها سوف تقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا، ثم بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل، وبعدها تضغط هنا على التطبيقات ثم يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا. بعدها ما عليك أن تقوم بفعله هنا، سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا لأربحت هنا على تطبيقك الخاص يوتيوب. سوف تقوم بالضغط هنا على يوتيوب ثم يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا، ثم تضغط على هنا إيقاف إجباري، ثم تضغط على موافق. بعدها تقوم بالنزول للأسفل، تضغط على مكان التخزين، نأتي إلى نافذة مكان التخزين. بعدها تضغط هنا على مس التخزين المؤقت، ثم ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك كي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكلة.